السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنتكلم عن رؤية الأسنان في المنام، بس قبل ما اتكلم عن ياريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة ياريت يشرفنا ويشترك، واللي عنده أي استفسار يخش على صفحتي على الفيسبوك أو على اليوتيوب يكتب له، إن شاء الله أنا هكون معاكم وهرد عليكم بإذن الله. يا جماعة مفيش رمز حلو على طول ولا رمز وحش على طول في الرؤى. احنا هنتكلم السنان يا جماعة لما نشوفها وقعت كلها في المنام، يعني الشخص اللي يشوف ان اسنانه وقعت كلها في المنام ده دليل على طول عمره ليه وبركة في عمره، لان احنا لما بنكبر في السن سناننا بتقع. طيب لما اشوف درس من دروسي مسوس وقلمني بيوجعني جامد في المنام، ده ببقى بتفكر في حاجات شغلاك او تعب او مشاكل او هم اعزكم الله، او يعني في مشاكل مادية في مشاكل عائلية، ده الدرس. طب لما احنا تروح للدكتور ويخلع الدرس ده زوال الهم والمشاكل وربنا بيسر لك امورك وحاجة وحشة ربنا ذهبها عنه. طيب اللي بيشوف سنانه بتقع في ايديه درس، وهو ماسكها في ايديه كده درس. طيب لما يشوفها وقعت في التراب ومعرفش يجيبها ده وفاة حد، يعني هتشوف حد ان هو توفى او تسمع عن حد ان هو توفى. طيب يا جماعة الفك اللي هو فوق دليل على اهل الام، واللي تحت اهل الاب. طيب لما يكون البني ادم شايف اسنانه سودة وصفرة ومسوسة ومش بيغسلها وكده ده عاقب اهله، قطع صلة رحمه، بتكلم كلام مش كويس، مظهره مش كويس، دي رؤية الأسنان يا جماعة. طيب اللي بيشوف ان في سنة وقعت وتبدل مكانها دي دل على سنة من السنين، من يعني لو لقاها سودة او مسوسة وقعت وطلع مكانها على طول سنة جديدة، سنة سعيدة عليه ورزق وفرحة ومناسبة داخلة عليه، يبقى سنة سعيدة داخلة عليه بإذن الله. طيب اللي بيشوف يا جماعة ان سنانه او دروسه عامة كلها الفك كله كويس واسنانه كويسة، ده بيبقى دليل على الصحة والرزق والفرحة، دي رؤية الأسنان يا جماعة. والله أعلى وأعلم. ياريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعل الجرس.